يا مرحبا فيك في برنامج يا مرحبا مليون في شاعر المليون. حياك الله الشاعر أحمد الجش المطيري. الله يرحبك عند ربك أخت فاطمة. يا هلا والله فيك. قصيدة كتبتها رد على موقف لم يستطع أو لم تستطع الحديث عنه في الواقع. والله كثير القصائد اللي كذا مطولة. مثل؟ يعني مواقف فرح أو ترح كذا وكذا يعني. يوصل الشاعر مرحلة أنه يوم يبغي يوصل فكرة أو رسالة عن طريق القصيدة، بس في الواقع ما يواجه الشخص وما يقول له، لكن بالقصيدة يوصل له الرسالة. طبعا طبعا، يعني بعض الشعور ما ودك تطلعه كشخص، طلعه في قصيدتك. عندك مثال بيت أنت كتبته كنت تقصد فيه موقف، لأن هذا الموقف صعب عليك لكن ما تبغي تواجه نفس الوقت؟ أي كثير، بس في بيت يحضرني الحين أقول: يظهر الصيت لا جار الزمان وحما، كنه العود لولا الجمر ما يمدح. بما معناه أنه المواقف أو الرجل يبين في المواقف الكبيرة. أتغابى أكثر الأوقات والدنيا عوافي. إيه، البيت هذا لي. أتغابى أكثر الأوقات والدنيا عوافي، دام حدي ما يناش وعارف إن وش لك وش لي. البلاء ما هو لا قصرت في حق السنافي، البلاء لا طحت لك في مبتلي بتروح مبلي. هذا اللي أنا قصدته، هاي رسالة موجهة لشخص. طبعا، يعني الطيب حتى لو تميل عليها شوي مهم مثل الجانب الثاني، ما ودي أنا أقول اسمه. جميل، شو اللي يميزك عن غيرك؟ أني أنا. كيف يعني؟ ما أقدر أحكم على نفسي أو أني أتكلم عن نفسي، لكن أشوف نفسي في عين نفسي أنا كبير بإذن الله. مش هذا أنا أعتبره أو يمكن غيري يعتبره غرور؟ مو هو بغرور، ولكن ثقة بالنفس تقدرين تقولين. يمكن ثقة زايدة. أنا ما بعد قلتها ترى لليوم الكلام هذا، أنا ما بعد قلتها لليوم، مو هو بغرور، لكن جاء وقت مجال أني أقول أنه هذا أنا. يعني نقول ثقة بالنفس تقريبا يعني. جميل، صف نفسك بثلاث كلمات: طموح، حالم، محب. نروح، ولا قبل ما نروح دائرة التحدي تختار لي أوميجي يمثل حالتك. موجي يمثل حالتي، والله ما أدري وشو، لكن الآن يعني ولا الآن؟ الآن أوميجي يمثل حالتي، هذا. جميل، نروح لدائرة التحدي. تفضل. حيا، جاهز للتحدي؟ إن شاء الله أنا جاهز. شو رأيك أنت اللي تدور الدائرة؟ اللي ودك، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتراف، آخر مسج وصلك في الواتساب. والله يعني ممكن بس تشيك عليه. الجوال هناك، لكن يعني الغالب أنا ماني بآخر مسج بالضبط، ما أدري وشو، لكن الغالب كله تبريكات وتحفيز للحلقة. شو رقم تبون تلفونه؟ شوفي، الله يوفقك يا ابو سعود، لا تطلعين فوق، خليها على ذا بليز، والله صدق فوق عمال. مباركة، الله يوفقك، وانت اللي اخترت الاعتراف، وانت تحديتنا اليوم انك تستمر في التحدي وما تستسلم. شو رايك بعد تدورها ثاني مرة؟ انت دوريها، حظك يمكن ازين. بسم الله. شعر، لو حدد لك قصيدة موضوع معين فقط، عن أي موضوع بتختار؟ والله المواضيع اللي تشدني كثيرة، يعني أنا ما ودي أكون يعني عاطفي كثير، لكن يشدني الإيثار في الرجل ويشدني الشموخ. جميل، تعطينا مثال؟ يعني أقول لأجل هقوة الرياجيل والعين القريب، اقطع بخطوة مسافة على درب النجاح، خل في صدرك مغامر وفي راسك لبيب، وطير لضاقت بك الأرض لو مالك جناح. الله
نختم مع الشاعر ونقول الله يوفقك يا شاعر احمد الجيش المطيري، الله يطول عمرك وفالك الفوز ان شاء الله. الله يطول عمرك.